بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. كذلك لرجل كان مدمنا على الخمور والمسكرات. يعني كان انسان بيئته فاسدة وفي نعوذ بالله المراقص الليلية هذه حياته وكان جار احد الائمة فذات يوم الامام انتبه ان هذا الرجل يصلي خلفه في في الصف الاول فتعجب قال سبحان الله سبحان مغير الاحوال يقول فإذا الرجل مستمر ايام وهو يحضر ويحافظ على الصلاه يقول فسلمت عليه بعد الصلاه ودار بيني وبين حوار ثم قلت له ما شاء الله انت تغيرت يعني ما هي قصتك ما الذي حصل لك كيف تركت هذا الامر فقال والله يا شيخ ذات يوم وانا جالس في غرفتي لوحدي وامامي الخمر والكاس فقلت وأنا أناجي ربي: تعلم يا رب أن هذا يحزنني، وهو يشير إلى الكأس والخمر، وأنا يا رب أريدك ولكني لا أستطيع، وأنت الله على كل شيء قدير، يا رب أرجوك ارفع هذا الحاجز الذي بيني وبينك، أرجوك يا رب ارفعه عني، أنت الله القدير، يا رب، يقول هذا الإمام وهكذا تحول الرجل في ظلام ليله واحده الى واحد من افضل من عرفت رشدا والتزاما وحبا لله وبغضا للمنكرات. كانت اليد التي جذبته هي يد الله. صدق مع الله فصدقه الله. هذا الرجل صدق وهو يدعو الله سبحانه وتعالى في الخلوه. انتبهوا لاحظوا كلها كانت في الخلوات لا احد معهم. ولكنهم اشتكوا الى الله بصدق. واخلاص انهم فعلا يريدون الهدايه ولكنهم لا يستطيعون ولا ننسى قول الله تعالى وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله الايمان والهدايه هذه تاتي باذن ممن من الله وحده لا شريك له فانا ادعو اي انسان يعاني من ذنوب متكرره عليه ومعاصي لا يستطيع تركها ادعوه ان يستخدم هذا الاسلوب المجرب العجيب نتائجه مبهرة ويستمر وسيرى بإذن الله وسيرى ما لم يكن يتوقعه أعرف شخصا ثقة يقول لي كنت أعاني من شهوة النساء والنظر إلى النساء وكان هذا الأمر يعني يؤلمني جدا ويعني ويعني مؤذي في علاقتي بيني وبين ربي سبحانه وتعالى وطبق هذه الطريقة ذهب واشتكى الى الله في مكان خالي بقلب صادق واخلاص يقول ويقسم بالله العظيم مرت عليه عده سنوات لم يرى فيها امراه واحده نظره بشهوه الذي كان يظن انه مستحيل بقدره الله وبامر الله تحقق حمى الله سبحانه وتعالى عينه وبصره من الحرام انظروا هذا شخص جرب هذه الطريقة والله سبحانه وتعالى عالج مشكلته تماما فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لا أعطينه ولئن استعاذني لا أعذنه هكذا ورد في الحديث القدسي حديث الولاية الجميل الرائع يقول أحد العارفين نظرت إلى الطرق الموصلة إلى الله فرأيتها جميعا مزدحمه ونظرت الى طريق التذلل والانكسار فإذا هو فارغ لا ازدحام عليه اذا أتتك فرصه اذهب الى البحر لوحدك واجثو على ركبتيك عند الشاطئ ومد يدك للملك الاعظم الله جل جلاله واشتكي حالك وتذلل وضع خدك على الارض وافتقر الى الله ومد يد الفقر وارجو من الملك العزيز الوهاب كلما حققت العبوديه والتذلل للملك الاعظم الله جل جلاله كلما اتتك الرفعه والعز واتتك الهدايه والنور ولا توجد عطيه اعظم من عطيه الهدايه والشعور بالقرب الالهي منك والحب الالهي لك وهي تعتبر فردوس الدنيا انت دخلت الفردوس قبل الفردوس كما قال العارفون والصالحون إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، وياما قصص سمعتها ورأيتها فعلا هؤلاء الناس يا إخواني يريدون يريدون فعلا الهداية، هناك أناس صادقين في طلب الهداية، الله إذا علم أنك صادق وذهبت إليه وطلبتها منه، الله هو الذي خلق الكرم، هو الذي علمنا الكرم، هو الذي أوجد الكرم انت تطلب من الاكرم استمروا على هذه الطريقه اقتنصوا الفرص بالخلوات مع الله سبحانه وتعالى على بحر او في بر او تحت شجره او فوق جبل او في زاويه من زوايا بيتك لا يراك فيها احد استخدموا اسلوب التوسل والتذلل والافتقار كررها مره ومرتين وثلاث واربع وخمس في الشهر أربع مرات خمس مرات سبع مرات كرر كل ما أتتك فرصة اذهب إلى ربك واختلي به وناجه سبحانه وتعالى والله هو أعلم بنا منه وأرحم بنا من أي أحد أن تتوقع أنه يقدر يفيدك لنكن أغنياء بالله لنتعلم أن نقف دائما عند بابه سبحانه عندك ذنوب معاصي اشتكي عند الله قول يا رب أنا يا رب ابتليت أرجوك يا رب انقذني أرجوك يا رب أعني أرجوك يا رب حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي باب الله مفتوح يا اخواني يا اخواتي باب الله مفتوح